الحمد لله مكنت الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل وزراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وكتم هذه الإجراءات ديال جولة أبريل 2024، الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420,000 موظف كينتميوا لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة. كذلك كاين تخفيض على الضريبة على الدخل ديال لامبو سيو لو روفوني بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة ديال الدخل، ورفع كذلك من السميك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ يعني الوصول ديال هذه الحكومة، ورفع ديال السماك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة. وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4,250,000، منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام و 3 مليون ديال أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله. وبالموازاة لإجراءات رفع من الدخل مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان، واحد غادي تكون فيه المناقشة في هذه الدورة ديال أبريل، واحد إن شاء الله في الدورة ديال أكتوبر. كما ستنكب الحكومة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وبذلك تجدد الحكومة التزامها بما أسست الحوار الاجتماعي تفعيلاً للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي. وشكراً لكم.